ومشاهدينا، زي ما قلنا النهاردة أول جمعة في شهر إبريل، اليوم الاحتفال بيوم اليتيم. النهاردة يمكن الذكرى العاشرة على بداية هذه الاحتفالية اللي بدأت من 10 سنوات وبدأت بشكل محلي، لكن بعد كده وصلت للمستوى العربي. تابع هذا التقرير. في إطار الاحتفال السنوي العاشر بيوم اليتيم، أكدت وزارة التأمينات والشؤون الاجتماعية على المديريات والإدارات التابعة لها بالمحافظات متابعة الاحتفالات الجماعية لأبناء مؤسسات الأيتام والمحرومين من الرعاية الأسرية، بجانب تقديم الهدايا العينية والمادية لهم. وتؤكد الوزارة أيضا على أن رعاية الأيتام والاحتفاء بهم لابد أن يمتد طوال العام لمشاركتهم الفرحة وتعميق الإحساس بدور المجتمع حيالهم للتخفيف عنهم. وتحرص الجمعيات الأهلية المسند لها مؤسسات الأبناء المحرومين من الرعاية الأسرية التابعة لوزارة التأمينات، تحرص على دعمهم ماديا وفنيا لترسيخ مبدأ التكافل الاجتماعي في محاولة لرسم البسمة على وجوه الأيتام. وتقوم منظمات المجتمع المدني بدعم شرائح الأيتام وغير القادرين من خلال رعايتهم وكفالتهم وتعليمهم والعمل على دمجهم في المجتمع. محافظة القاهرة وفي إطار مشاركتها لمحافظات مصر في الاحتفال بيوم اليتيم، قررت فتح جميع الحدائق المتخصصة والمتميزة والعامة بالمجان لكافة الجمعيات الأهلية الراغبة في إقامة احتفالياتها بيوم اليتيم، مع السماح للفرق الموسيقية والترفيهية والاستعراضية بالدخول للحدائق أيضا مجانا لإدخال الفرحة على الأطفال في هذا اليوم. وستتضمن الحفل العديد من الفقرات الفنية وفرق كورال الأطفال وفرق الثقافة الجماهيرية ومسابقات ترفيهية وفنية بين الأطفال وتقديم الهدايا والجوائز لهم. وأكدت المحافظة أن الاحتفال يأتي في إطار اهتمام الدولة بالأيتام وحرصها على تقديم الرعاية لهم وإدخال البهجة على نفوسهم. أهلا بكم من جديد مشاهدين الكرام. أنا حابب نبتدي الحوار بقول الرسول عليه الصلاة والسلام: أنا وكافي اليتيم كهتين في الجنة، وأشار بالسبابة والوسطى على مدى التلاؤم والتلاصق ما بين هذين الطرفين أو هذين الإصبعين، وبالتالي اليتيم له يعني كل الود وكل التقدير وكل شيء لأنه يتيم، فلابد من مسحة، يعني مسحة عليه، مسحة أن الواحد على الأقل يعني لو طبطب عليه في اليوم ده او حتى اداله ورده اداله لعبه هيفضل مفتكرها ومش هيحس بالالم، ومش قليل عليه زي ما قلنا في بدايه التقرير في بدايه الحلقه دي ان احنا نشاركه يوم واحد بس في السنه او نخصص له يوم. الحمد لله مصر كان ليها الرياده زي ما هي معروفه بالترابط الاجتماعي ما بين كل الفترات وكل الظروف وكل الايام، لكن ان شاء الله النهارده يوم 5/4 هو اول جمعه في ابريل كما خصصت هذا العيد، هو اول ايام شهر إبريل اللي هو الجمعة، أول جمعة في شهر إبريل، وبالتالي بيكون هذا هو أول الاحتفالات. يسعدنا أن يكون معنا ضيفي أنا وليلى في هذه الفقرة الأستاذ محمد فريد المسؤول الإعلامي لجمعية الأرمان. صباح الخير أستاذ محمد. صباح الخير. شرفتنا بالحضور. أهلا وسهلا. صباح الخير أستاذ محمد. يعني بنتكلم عن 10 سنين مستمر فيها عيد اليتيم، ربما أنتم أبرز من لكم مشاركات في هذا العيد. النهاردة هتعملوا إن شاء الله؟ احنا النهارده عندنا فعاليات اليوم بتبدا من الساعه 8 صباحا بوصول عدد كبير من الاطفال في مدينه 6 اكتوبر في مدينه ترفيهيه كبيره هناك. معانا 10,000 طفل بنبدا ان شاء الله بنستقبلهم، وهم داخلين بنبدا نوزع عليهم وجبه الفطار وبيبداوا يخشوا على الملاهي او المدينه الترفيهيه وبيقضوا اليوم بتاعهم بالكامل لحد الساعه 2، وبنبدا بعد كده نوزع عليهم تاني بعد كده وجبه غدا، وجبة سخنة، بيتغدوا ويكملوا يومهم. وبعد كده احنا بننتقل لجزئية تانية في الاحتفال، هي جزئية زواج اليتيمات. بنعمل فرح زفاف جماعي ل 120 عريس وعروسة، بيبقوا موجودين معانا هناك برضو في المدينة، وبزي الفرح بكل اشكاله بنبدا معاهم بنعمل لهم احتفاليه كبيره في المدينه. طيب استاذ محمد، يوم اليتيم احتفاليه يمكن انتوا اطلقتوها من بقالها دلوقتي 10 سنين وتحولت للمستوى العربي، يعني ازاي الفكره دي فرقت في حياه الايتام في مصر تحديدا؟ هل لاحظتوا فرق حتى في تعامل الناس مع الايتام في الدار عندكم او يعني في اي مكان في مصر؟ هو الشعار اللي احنا بنشتغل بيه السنة دي هو بنقول 10 سنين في حياتهم فارقين، 10 سنين من الاحتفالات بيوم اليتيم، وهي بدأت سنة 2004 2005 انتشرت. 2004 كنا على مدار 3 محافظات أو على مستوى 3 محافظات، القاهرة والجيزة والقليوبية. 2005 كان على مستوى الجمهورية كلها.
2006 دخلنا جامعة الدول العربية بطلب ان هو يبقى يوم يتيم عربي، واخدنا موافقة الوزراء الشؤون العرب بالاجماع. كان 2006 هي مرحلة الانطلاق للعربية وان هو يبقى يوم يتيم عربي. 2010 عملنا وقفة ل 5000 طفل مصري ما هماش ايتام من الاطفال، ما اطفال المدارس، وسجلنا رقم قياسي جديد في مشروع الارقام القياسية باسم مصر تحت شعار نداء للعالم بيوم يتيم عالمي. السنة دي 2013 احنا بنحتفل بمرور 10 سنين، فبنقول 10 سنين في حياتهم فرقين. الفرق في بالنسبة للطفل اليتيم هو فرق مباشر او فايدة مباشرة من الاحتفالات ديت عادت على الاطفال بشكل واضح جدا. طب لكن يعني عفوا الاحتفال ده بيتم في يوم واحد، لكن بقية العام يعني هل الناس فعلا بتفتكر اليتيم، ولا يعني برضو زي في شهر رمضان دايما بنفتكر الزكاة وكل الطاعات، نفس الفكرة بيتم التعامل مع الايتام هو يوم واحد فقط بالاهتمام بيهم ويمكن اللعب معاهم، ولا في تواصل على مدار العام من قبل المصريين؟ لا، هو التواصل مستمر، وده برضه هديلك المؤشرات بتاعته اللي هو تأكد ان هو التواصل مستمر. هي نفس فكرة عيد الأم، يعني هل احنا بنحب أمهاتنا مثلا يوم واحد بس في السنة عشان احنا بنحتفل بيه؟ لا، هو احنا على مدار السنة كلها، لكن ده يوم بيبقى رمز بيبقى بنسعدهم فيه. فهي ديت نفس الفكرة بالضبط، احنا بنقول لهم ان المجتمع موجود معاكم، ان المجتمع فاكركم، ان انتوا مرحب بيكم تماما في المجتمع المصري، وان انتوا ما انتوش فئة مهمشة ولا حاجة. والتواصل بقى على مدار السنة بينعكس من خلال الفايدة المباشرة اللي احنا كنا لسه بنتكلم عليها، حجم التبرعات للأرملة اللي بترعى ايتام في بيتها. ده النهارده ما بيبقاش بس في يوم اليتيم ولا بس في شهر ابريل، ده بيبقى مستمر معانا على مدار السنه. يعني ده اكبر حاجه احنا بنشتغل فيها او اهم حاجه احنا بنشتغل فيها هي رعايه الارمله اللي بترعى اطفال ايتام، من خلال بقى تسليمها مشروعات تنمويه، تغنيها عن ان هي تبقى محتاجه مساعده، تساعدها ان هي تدخل اولادها المدارس، ان هي تصرف عليهم بشكل صحي، ترعيهم صحيا تماما. يعني ده تواصل على مدار السنه. بنقول كمان من الفوائد عفوا المباشره اللي عادت على الاطفال الايتام من خلال الاحتفال ان بقى في النهارده دبلومه متخصصه تابعه لجامعه ايطاليه معترف بيها دوليا لاداره دار الرعايه. يعني النهارده ما بقاش الموضوع اي حد يبقى يعني اللي بيدير دور الرعايه هو شخص متخصص. يعني بالظبط كده، يعني بقى النهارده في حاجه اسمها دبلومه زي مثلا اللي بيعمل ماجستير او اللي بيعمل دكتوراه، في النهارده حد بيبقى دارس، لان ده بقى علم ازاي تتعامل مع الولاد دول، ايه مستويات الجوده اللي تبقى المفروض ان هي تبقى موجوده داخل الدور، من نظافه، من رعايه صحيه، من تعليم، من رعايه نفسيه. كل ده كويس جدا يا استاذ محمد، يمكن ده برضو يكون مدخل جيد للي انا عايز اسالك فيه على وجه التحديد. الصحه النفسيه للطفل اليتيم او التاثير النفسي عليه بيكون كبير في فترات معينه من الزمن او طول الفتره، بيحس بالوحده، بيحس بالانكسار الى حد شديد، يعني محتاج تعامل نفسي بشكل معين عشان يخرج من اللي هو فيه، او بيحس ان هو يتعامل او يقدر يتكيف مع المجتمع، انه مش ناقم على المجتمع، ما يخرج شخص سوي مش شخص ليه اثر سلبي في المجتمع. ازاي تعاملتوا مع هذه الفكره؟ اللي حضرتك بتتكلم فيه ده واقع احنا عايشينه، ولكن ده ما هوش للاسف واقع سليم، ده واقع فيه خطا، فيه خطا من خلال ان المجتمع بيتعامل مع الاطفال دول خطأ بشكل خطا في التطبيق، خطا في التعامل مع الاولاد، هو اللي بيؤدي الى الحاله النفسيه اللي حضرتك بتتكلم فيها دي. احنا عايزين نتكلم ان احنا عايزين نهتم باطفالنا ايتام واسوياء. يعني احنا مش عايزين نقول ان في طفل يتيم وطفل مش يتيم، احنا عايزين نوصل له ان انت طفل زيك زي اي حد تاني. هي دي النقطه اللي احنا عايزين نرسخها في المجتمع المصري، ان انت بتتعامل مع الاولاد دول بشكل طبيعي جدا، ما تحسسوش ان هو في حاجه ناقصاه. يعني انت تتعامل معاه على ان هو طفل طبيعي جدا، في المدرسه، في النادي، في اي نشاط اجتماعي هو بيشارك فيه تعامل معاه بطبيعيه جدا وبتلقائيه جدا. يعني انت النهارده لو واحد ماشي في الشارع تعرف ده يتيم او ده مش يتيم، هي دي النقطه. لكن لما بيخش مثلا المدرسه فبتلاقي ده فلان ده هو ده اليتيم، ده مش عارف جاي من دار ايتام اسمها مش عارف ايه، ده لا، هو ده مش صح. يعني احنا بنتعامل، احنا طالبين ان هو المجتمع يتعامل مع الاولاد دول بشكل طبيعي جدا جدا جدا. فدي ثقافه احنا بنحاول ان احنا نغيرها، زي ما غيرنا ثقافه تانية برضو من خلال الاحتفال بيوم اليتيم، وهي ثقافه كفاله الاطفال الايتام داخل اسر.
النهارده من سنه 2004 لحد 2013 السنه دي، احنا بنقول ان احنا قدرنا الحمد لله ان احنا نسلم 2600 طفل يتيم ل 2600 اسره بديله يكفلوهم داخل الاسره، لان احنا مش عندنا بس مش عايزين نعمل خلطه ما بين فكره التباين وفكره الكفاله. فكره الكفاله لا انا مش عشان حضرتك بس، احنا يعني المشاهدين يعني فرق ما بين فكره التبني وفكره الكفاله او كفاله طفل في البيت. دي طبعا ده ليها شكل شرعي، ليها شكل شرعي تماما، ما بيتغيرش في شهاده ميلاد واي حاجه، وبياخد بس اللقب لقب العيله الاخير عشان برضو مراعاه للبعد النفسي اللي احنا كنا لسه بنتكلم فيه، ان هو لما بيكبر بيقول ليه انا اسمي مختلف عن اسمك وانت وانا بقول لك يا بابا. فبنقول لان ده كان طفل انت قريبنا من العيله وحصلت حادثه مثلا لوالدك او والدتك او حاجه زي كده، واحنا اللي كملنا معاك وربنا لك. فدي برضو البعد النفسي بيخش برضو بشكل شرعي، ان هو الطفل احنا الكفاله بتبقى في سن اول سنتين عشان يقدر يرضع من الام خمس رضعات مشبعات، فيبقى داخل بشكل شرعي، يبقى ابنها في الرضاعه ما يبقاش اول ما يوصل سن البلوغ او غيره محرمين عليها، او لو هي بنت تبقى محرمه على الزوج. لا هو فيها شكل شرعي وفيها شكل قانوني. طيب استاذ محمد، يمكن الجهود كلها زي ما احنا سامعين من حضرتك في اطار الجمعيات اللي بتهتم باليتيم، لكن هل في اي نوع من اشكال التعاون مع الحكومه؟ هل تقدم الحكومه شيء لليتيم للطفل اليتيم، ولا فعلا الموضوع يعني مجهودات زي اللي حضرتك ذكرتها من قبل المواطنين المصريين ومن قبل جمعيه زي دار الأم؟ لا هو المجهودات والشغل اللي موجود للاطفال الايتام اصبح النهارده على مستوى الهيئات، الحكومة، الأفراد. يعني الحمد لله احنا النهاردة بنلاقي ان الأزهر بيحتفل بالأطفال الأيتام والمتفوقين علميا من جوه الأزهر، التربية والتعليم كذلك، الرياضة كذلك، الجيش النهاردة أو عامل احتفالية في السويس بسبب مع الأطفال الأيتام. فالنهاردة احنا بنقول الحمد لله ان احنا قدرنا ننشر ثقافة ان هو بنهتم بالأطفال دول، اللي احنا ان شاء الله بصدد ان احنا نشتغل عليه ان هو يبقى فيه وثيقة تكافل لصالح الطفل اليتيم، مش بس الطفل اليتيم اللي موجود جوه دار الرعاية، الطفل اليتيم اللي موجود مع أسرته، تبقى وثيقة تكافل أول ما يوصل سن 21 سنة يلاقي نفسه في مبلغ يقدر ان هو يعتمد عليه، ان هو يبدأ بيه مشروع صغير، ان هو يتجوز بيه، يحس ان هو المجتمع واقف معاه ومسانده في الجزئية دي. نعم، يمكن برضو معنا دكتورة عزة كريم، الأستاذ في مركز البحوث الاجتماعية والجنائية. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير. أهلا بك يا دكتورة. دكتورة النهاردة يوم اليتيم زي ما تحدثنا حضرتك أكيد سمعنا أن احنا بنتحدث عن هذا اليوم، مش قليل أبدا أن احنا نشارك اليتيم في هذا اليوم بكل الطرق وبكل السبل وبكل المقاومات وبكل الدعم اللي احنا ممكن نقدمه، مش قليل أبدا أن احنا نكون مشاركين ليه النهاردة. لكن المشاركة يا دكتورة على مستوى الأيام، السنة فيها 365 يوم، يعني في 364 يوم فاضلين في السنة، إزاي ممكن نشاركه في كل أيام؟ هو الحقيقة أن هذا اليوم يوم مهم جدا، لسبب أنا دايما بقول إنه هو يعني مجرد يوم، لكن هذا اليوم بيفكرنا باستمرار بالشخص أو الموضوع أو المشكلة اللي إحنا بنحاول إننا نقف بجنبها أو نشجع كيف نتعامل مع هذا. فاليتيم، الاحتفالات اللي بتتعمل النهاردة جميلة جدا، أنا بقول مجرد إنها ممكن بتفرح اليتيم يوم، ولكنها بتذكرنا إحنا كمجتمع كامل سواء بالهيئات الرسمية وغير الرسمية وأيضا الأسر العادية باليتيم والاحتياجات الخاصة به. فأنا بقول يعني أنا سمعت إن في اللي هي اللي ممكن يتعمل لليتيم والثالثة، لكن اللي أنا عايز أقول نفسي يبقى أكتر من كده. إزاي؟ يعني اليتيم محتاج اولا لرعايه صحيه، فيا ريت يبقى له تامين صحي اليتيم، مش بس في المؤسسات، في اي مكان يبقى، او كل وزاره تعمل له برنامج خاص بيه نتكفل بيه، رعايه صحيه مجانيه، رعايه تعليميه مجانيه، ايضا ان نعمل المشاريع بقى ان مش مجرد نديله فلوس، لأن الأموال ممكن الفلوس بتنتهي يتصرف فيها بعد ما يكبر غلط، لا، إزاي على المدى نعمل مشاريع توفر له عمل، توفر له سكن، وزارة الإسكان تعمل كده. يبقى دكتور ده دور الحكومة هنا بقى، ده دور الحكومة مش المنظمات الأهلية يعني.
دور كله بيتعاون مع بعض، مساعات المنظمات الاهليه مع الحكومه بيوفروا سكن، يعني كل واحد بيدفع مثلا جزء. ممكن يحدث شيء ان المنظمات الاهليه بتفكر في المشروع وبتساعدها الحكومه بكل امكانياتها، فهو لازم يبقى فيه توافق وتكامل بين المؤسسات الاهليه والحكوميه، ولكن ليس بمجرد اننا نديهم فلوس او نرعاهم وهم صغيرين. طيب دكتور عزه، نعم دكتور عزه، من خلال يعني حضرتك استاذه في مركز البحوث الجنائيه والاجتماعيه، يعني هل في دراسات معينه تمت بخصوص الايتام في مصر تحديدا، حصر ليهم، كيفيه تعامل الدوله معاهم والمؤسسات ايضا؟ يعني ربما مش كل طفل يتيم بتتاح له الفرصه ان هو يعيش حياه كريمه، هل في نوع من اي انواع الرصد لهذه الحاله او لهؤلاء الاطفال؟ لا، الحقيقة بالنسبة لليتيم بالذات احنا ما درسناش هؤلاء الأطفال، لكن بندرس أطفال يمكن بيتعرضوا لليتم والمشاكل وبيبقوا معرضين لمشكلة يمكن أكبر كمان من اليتم. إن احنا مثلا بنركز على أطفال الشوارع زي ما احنا شايفين اللي المشاكل بتجيبها، ودول أنا متهيألي أسوأ من اليتيم لأنهم فيهم يتمة وفيهم إلى. لكن اللي أنا عايز أقوله إن بتبقى في بعض الكليات أو برضو المركز ممكن في أوراق المؤتمرات بتدرس هذه المشكلة في أوراق صغيرة، لكن هي لا تغيب عن ذهننا في كل المجالات، ولذلك بنقول يا ريت إن هذا اليوم يبقى البداية وليس النهاية. نعم دكتور، يعني أخيرا دكتورة معلش، أخيرا سؤال أخير، يعني الحالة النفسية بالنسبة لليتيم، كما طرحنا سؤالنا عضيفنا في الاستوديو ان الحاله النفسيه لليتيم بتكون يعني شديد الحساسيه لكل شيء، ربما اذا يمكن النظره النفسيه بتاثر فيه بشكل او باخر، ما هي المقومات والاساليب اللي نقدر نستخدمها عشان نخرجه من الحاله دي يا دكتور؟ ما فيش شك ان الحاله النفسيه بتبقى صعبه جدا لانه بيبقى صغير وبيفقد اهم وسائل الرعايه والحنان اللي هي اسرته، ولذلك ذكر في القرآن وفي كل الديانات إزاي نهتم باليتيم ونرعاه ونحافظ على ثروته. ولذلك أنا بقول إن المؤسسات يجب أن تغير اللي بترعاه، تغير سياستها إنها تخلينها سياسة أسرية مش سياسة عنابر، وإن كل إنسان بقول في مصر عنده القدرة، سواء محروم من الأطفال أو عنده القدرة للعطاء والرعاية، يتقدم إلى هذه المؤسسات، يرعى اليتيم، يتكفل باليتيم في بيته، يفسح اليتيم. اليتيم محتاج للحنان أكثر من أي طفل آخر، لأن دايما بيتذكر أنه فقد اللي هو أهم وسائل الحنان اللي هي أمه وأبوه. لازم كل واحد فينا يحاول أن يعوضه هذا الحنان، ولو لا على فكرة ما يشغله وما يطمنه وما يشبع احتياجاته. صحيح يا دكتور، مع رعاية كويسة ادينا في ايديكم يا دكتور، عليكم انتوا عبء كبير برضو ان شاء الله الفتره دي، عليكم عبء كبير في ان البحوث والدراسات تقع على عاتقكم. نشكرك شكرا جزيلا دكتور عزه كريم، استاذ بمركز البحوث الاجتماعيه والجنائيه، كنت معنا عبر الهاتف، شكرا لك على هذه المشاركه. اتفضل محمد. يعني نرجع عليك، وكنت تتحدث عن وجود الشهاده او يعني صندوق تكافل معين هيخدم اليتيم، وده يمكن مشروعكم في المرحله المقبله، يعني اتكلمنا بشكل اكثر تفصيلا عن هذا المشروع او هذه الفكره. هو المشروع ده عباره عن اتفاقية أو بروتوكول ما بين الجمعية وما بين بنك كبير، إن احنا نبدأ نعمل زي شهادة ادخار أو وثيقة تكافل بصالح الأطفال الأيتام اللي موجودين في أسر مختلفة، توفى عائل الأسرة والأم هي الأرملة اللي بتعول الأطفال دول، إن احنا نشيل من عليها عبء إن هي بتدور لهم على ان هي ازاي تأمن لهم مستقبلهم، يبقى بس هي مكتفية بان هي بتصرف عليهم من خلال مثلا مشروع تنموي هي واخداه بتصرف على الاولاد دول. طب يعني اسر زي دي، هل مثلا الارملة تتقدم بطلب للجمعية، ولا انتوا بتعملوا ليك وسائل بحث معينة بتوصلوا للايتام او للاسر اللي فقدت عائل؟ احنا من خلال الجمعية عندنا 17 فرع في 17 محافظة، بنشتغل ان احنا
بندخل بنعمل بنمسك قريه قريه بنعمل مسح كامل للقريه، بنشوف عدد الاسر اللي موجوده فيها، ارامل قد ايه، فيها معاقين قد ايه، فبيبقى عندنا احصاء بعدد اسر كتيره جدا. بنشتغل على الاكثر فقرا دائما وابدا في جمعيه الأرمان. احنا بيبقى مبدانا بنشتغل على الاكثر احتياجا، ممكن او اللي ما لهمش اقارب كمان يدعموهم بالظبط يعني. كده فدي بتبقى الاولويه الاولى، ان احنا بنتعامل مع الفئه ديت اولا لحد ان شاء الله ما يبقى نقدر نقول ان هو كل الاطفال الايتام عندهم وثيقه التكافل ديت موجوده بصالح الاطفال دول باذن الله. استاذ محمد، عايزين نتكلم برضو عن نقطه التمويل. انتم يعني جمعيه كبيره وليها دخل كبير وليها مصادر تمويل كبيره، مصادر التمويل او مصادر الدخل او مصادر الصرف في الاوجه في كل اوجه الخير، انتم مش بتقتصروا فقط على الايتام، يمكن الايتام وذويهم ايضا، اذا كانت سيده مثلا ولها ابناء يعني فقدت عائلها او فقدت زوجها، بالتالي بتصرف على يتيم واثنين وثلاثه واربعه. انا عارف ان عندكم مشاريع كتير جدا، لكن المصدر التمويل الذي يعني السبيل الوصل منين؟ فلوس الأرمان كلها تبرعات المصريين، مفيش أي جهة خارجية بتمول الجمعية على الإطلاق، وتقريبا ده بيعتبر في مجلس الإدارة مرفوض، لأن هو أي حد ممكن يديلك مثلا مبلغ من بره يبقى مبلغ مشروط إن أنت تصرفه في مكان معين، فهيغير استراتيجيتك اللي أنت بتشتغل بيها يعني. فهو احنا دائما وأبدا بنشتغل بأموال المصريين من الداخل، تبرعاتنا من أول الجنيه لحد المئة ألف والمئتين ألف وتلتمئة ألف جنيه. بنشتغل على مشروع بيبقى اللي هو أقفل قرية فقيرة، إن بيبقى فيه مشروع كامل بندخل بنمسك قرية من أولها، بيبقى فيه متبرع شركات. النهاردة دي ثقافة برضو الحمد لله إن هي بدأت تنتشر، تبقى موجودة شركة أو متبرع كبير بيخش بيحط زكاة ماله بالكامل في القرية، علشان خاطر بدل ما بيصرفها بشكل أجزاء معينة. لسه أنت خدت فتوى من الأزهر أو من شيخ الأزهر أو حتى من المفتي إن أموال الزكاة تجمع لصالح المنظومة أو صالح المركز أو احنا دائما الحمد لله يعني اي خطوه جديده او اي نشاط جديد بنبدا ان احنا نتوجه اليه، قبل ما بناخد قرار فيه في مجلس الاداره لازم بنشوف الشكل الشرعي بتاعه ايه، وبيبقى فيه معانا فتوى. احنا عندنا كتيب كامل عباره عن فتاوى لانشطه الجمعيه كلها، يعني ما بناخدش خطوه غير لما بنبقى فعلا موثقين دوت بفتوى شرعيه ان هو انت شغال بشكل شرعي، لان النهارده اللي بيحط لك فلوس تبرع فهو خرجت من ذمته فبقت في ذمتك انت اللي هتسال عنها. فقبل ما بنصرفها في اي حاجه لازم نبقى متاكدين، لان احنا اللي هنحاسب عليها يعني. استاذ محمد، اهم العقبات اللي بتواجهكم او اهم المشاكل اللي شايفين انها يعني عائق الى حد ما في مجتمع معنا أمام اليتيم وأمام دوركو كجمعية؟ هو احنا الحمد لله بنقول ان في الفترة الأخيرة ديت مفيش عوائق بالشكل الكبير اللي هو اللي يذكر، ولكن الوضع الاقتصادي اللي البلد أصبحت فيه النهاردة خلى بقى يعني في عدد الاحتياجات بقى أكتر يعني. النهاردة ممكن يبقى كان في حد في الطبقة الوسطى كان بيتبرع لك، تفاجئي بأن هو أصبح يجوز عليه المساعدة، فيعني العدد زاد، العدد بقى في تزايد. فنتمنى ان احنا نطلع من المرحله دي سريعا ونرجع تاني. يعني المشاكل مش متعلقه مثلا بالايتام نفسهم بعد كده عندما ينتهوا من فتره معينه، في سواء يكملوا تعليمهم بطريقه معينه او بيتم توظيفهم، دي كلها حاجات يعني استطعتوا حلها على مدار السنين؟ الحمد لله دي ما فيش فيها مشكله. احنا عندنا يعني ان شاء الله داخلين خلاص، اكبر ولد عندنا قرب يخلص المرحله الدراسه الجامعيه وقاعد عندكم ده في المركز، ده موجود عندنا في الدار ان شاء الله، واخدنا له شقه خلاص، هيبدا ان هو بيدور على عروسه هيخطبها ان شاء الله، في واحده اول ما يخلص هيتقدم لها، فربنا يكرم ان شاء الله. احنا ما عندناش مشاكل من النوعيه ديت لا يعني. هو طيب اخيرا عشان ان احنا يعني خلاص قربنا على الانتهاء، العدد اللي عندكم قد ايه؟ العدد اللي عندنا ما هوش عدد ثابت، لان احنا زي ما كنت بقول لحضرتك بشرح ان احنا بنشتغل على تسليم الاسر البديله، فهو احنا المتوسط دلوقتي اللي بيبقى موجود في الجمعيه حوالي 300 طفل. 300 طفل عندنا دارين للاطفال الايتام المعاقين، وعندنا بقيه الدور عندنا 7 دور ثانيه للاطفال الايتام الاسوياء. نتمنى لكم يعني كل التوفيق استاذ محمد، ويكون ان شاء الله دي مهمه ساميه وتكونوا على قدر المسؤوليه باذن الله. استاذ محمد، شكرا جدا ليكم ودوركم ووجودنا النهارده.
النهارده ده دور الاعلام اللي هو احنا دائما وابدا بناكد عليه ان هو لولا دور الاعلام اللي احنا موجودين النهارده فيه الاعلام الايجابي ما كانش كل المجهودات بتاعت الجمعيات المسؤول الاعلامي لجمعيه الاورمان. شكرا جزيلا ليكم مشاهدينا. نتحول لتذكره سريعه باهم العناوين اللي معانا النهارده. الرئيسان مرسي والبشير يبحثان سبل دعم العلاقات الاستراتيجيه بين مصر والسودان وتوسيع التعاون التجاري والاقتصادي والاستثماري بين البلدين. ومشاركة عدد من القوى السياسية في جمعية دعم الأزهر في جمعة جامع الأزهر التي دعت لها جبهة الأزهريون مع الدولة المدنية تأييدا لمؤسسة الأزهر وشيخ الأزهر الشريف. اشتباكات عنيفة في ريف دمشق وحمص وحلب، والأمم المتحدة تؤكد ارتفاع عدد النازحين داخل الأراضي السورية بسبب النزاع القائم إلى نحو 4